تن 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 ترو. اصبر لك كلام فاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. معكم سمورجي ومعكم مورجي. طبعا اليوم هو احزن يوم في القناة. تعرف ليش يا مورجي؟ لا. اليوم قررنا راح نحذف القناة. صدق؟ يب، زي ما سمعتم راح نحذف القناة. صراحة الدعم جدا سيء، مرة سيء. خلاص لنا سنتين. طيب خلاص، وبس 72 مشترك. خلني بس كده عاتب الجمهور شوية. بس 72 مشترك، بس نتعب ونصور ونمنتج ونهايتها بس 72 مشترك، وجلسنا سنتين. الناس في سنتين يصلوا 10 مليون، مدري مليونين، وحنا بس 72. ليش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا اللي اشتركوا يا اخي، انتم يا اخي ما ادري ايش اقول لكم، انتم شيء ثاني. اعظم فيديو في القناة ذا، خلاص روحوا من بالكم. قلنا بنسوي شو، تلعب لوف، تبغون نلعب دواي من دي سو، ما سوينا ولا حبة. خلاص قررت راح نحذف القناة، وما راح يكون في شيء اسمه مسمارجي، لكن راح يكون في شيء اسمه ريسوس. بنسوي قناة جديدة اسمها ريسوس. ريسوس، نعم ريتوس. ريتوس 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 ريتوس، ما ادري ايش. المهم خلاص، انا ما اتوقع. اشوف، انا ابغى ريسوس. طبعا اذا سوينا هذه القناة ابغاكم تشتركون فيها، وان شاء الله في هذه القناة نسوي كل ما قلنا، سلسلة سواليف وخمسة اشياء والعاب اللابتوب والعاب جو. طبعا راح نقول لكم، طبعا هذه القناة باذن الله راح تكون باذن الله دعم، واخاف ان شاء الله الدعم ما يكون فيها سيء زي هذه القناة المعفنة. هذه القناة كان اسمها اول شيء العاب الغامدي، بعدين حولناها الى تيم مسمورجي، بعدين صارت مسمورجي. فشباب خلاص عطلنا القناة، وخلاص خلصنا القناة، وخلاص ما عاد صار عندنا شيء في القناة. فبس يا شباب، الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية القناة. خلاص لا تحطوا لايك، لا تشتركون، خلاص بنخلص القناة خلاص. وبس يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وفي أمان الله العظيم. اشتركوا في قناة ريسوس، إن شاء الله راح أسويها قريب إن شاء الله. إن شاء الله يكون فيها مقالب، لا يعني مقالب تكون قناة في قناة. فبس لابتوبات كل شيء، قطع التسجيل. فبس يعطيكم ألف 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 عافية على المشاهدة، وخلاص وداعا. الى اللقاء، الى اللقاء يا رفاقي، قد حان موعد الفراق. خلاص صوتي المعفن، المفروض تحطوني في صوت الكنز اللي في الجنة. نكتة سامجة. يعطيكم الف عافية، السلام عليكم. معلش على صوت المكيف المعفن.